في بقى مواقع متخصصة في نفس صمام للصورة، يعني لما احط الكلام يبقى مع صورة. فانا مثلا هدخل هنا على موقع اسمه ليوناردو، الموقع ده قوي جدا رهيب، فيه مزايا كتيرة جدا. طيب في حد بيسأل عايزين مثال ببوست دعوي، ماشي تعال نسأله، بس جبناه بيرخم شوية لما يكون حاجة متعلقة بغزة أو فلسطين. أريد بوست دعوي، ما ينفعش نسكت وخلاص، وركز قوي لان هو بيحرف في الاحاديث وبيحرف في القران، يعني ما بيحطهاش بين حاجات تنصيص ويلتزم بيها، فلازم تخلي بالك وتتاكد ان هو كاتب الاستشهادات بتاعته صح. اريد بوست دعوي عن التدخين مثلا. الميزه ان انت ممكن تساله ويجاوب غلط وتصلح له الحاجات دي كلها، تمام اهو. ولا تركوا بايديكم من التهلكه، تمام، والتدخين هو اعظم التهلكه. بص البوست الدعوي ده انت ممكن يكون عندك المعلومه نفسها فعايز هتحطها في جمله واحده، تمام. هو الذكاء الصناعي هنا بيكتبها بشكل رهيب جدا. يعني انا هقول لكم على حاجه، في مره كنت انا شغال بين مانجر وظيفه، يعني اي يكون اللي بتعمل فيه مش عاوز ماشي، فجالي ايميل فانا برد على الايميل فرديت في جمله صغيره، ف قبل ما ابعت سكرتيره قالت لي استنى انت بتبعت ليه ده، انت المفروض تكتب رد بروفيشنال، يعني وصلني الايميل بتاعك و و و الكلام دوت. ففي مثلا موقع بيعتمد بالذكاء الاصطناعي، ده اللي انا بعتمده قبل ما ابعت اي ايميل، ده بيغني عن اي حد اهو. الموقع ده بكتب له الكلام هو يحوله لشكل بروفيشنال، يحوله لي شكل احترافي، الجمل اللي هي فريندلي اللي احنا متعودين نقولها لا بيعملها بشكل كويس. كل اللي عليك ان انت تاخد الكلام كوبي بيست، وهو اوتوماتيك، انا شغال بالنسخه المجانيه مش اللي بفلوس، هو اوتوماتيك يقول يعملها لي بشكل بروفيشنال ايا كان الكلام انت تكتبه له. يعني بتقول له ايه، اي ريسيف يور ايميل، ايا كان في اخطاء ماشي مفيش مشكله، بتقول له يبدا يصلح لك الاخطاء الاملائيه، يبدا ان هو يشوف لك الحاجه، يبدا يكتبها لك بشكل اخر، انت تقول له انا عايزها فورمال، عايزها اكاديميك، عايزها سامبل. فالموقع ده كيول بوت، ده من المواقع الرهيبه، ده انا شرحته كذا مره في صفحه اليوتيوب بتاعتي، تمام، عليها 10,000 فيديو بيشرحوا الذكاء الاصطناعي واهميته وازاي انت تعمل منه فيديوهات وازاي ان انت تكسب منه فلوس والحاجات دي كلها. طيب ندخل بقى على الموقع اللي هو بتاع الصور. عندك هنا حاجات كتير قوي، في حاجه مثلا ريل تايم كانفا، ان انا اي حاجه ارسمها هو بيبدا ان هو يرسمها في نفس اللحظه بشكل احترافي، يعني ممكن ترسم انت خطوط هو وتقول له ارسمها شجر فيرسم لك شجر حقيقي. موشن بيبدا يعمل لي فيديوهات حركه. طيب انا عشان ما اطولش عليكم انا داخل بس على ايمج كرييشن، دي الاساسيه في الموقع، مجرد تكتب له بس حاجه بسيطه تلاقي ما شاء الله عمل لك حاجه احترافيه، تمام. يعني انا بكتب له جمله او كلمه، طبعا كل ما بتوصف اكتر كل ما عمله بشكل كويس، كل ده اتعمل بالذكاء الاصطناعي. هنا قلت له بس ارسم لي ابو الهول في الشارع، تمام. كنا بنعمل حاجه خاصه بالتعليم فقلت له ارسم لي روبوت عربي في قلب الفصل وهكذا. طيب خلينا نيجي هنا واقول له انا عايز كات بلاي فوتبول ان ايجيبت. هو على فكره متبرمج الذكاء الصناعي متبرمج ان كلمه ايجيبت دي معناها المصريين القدماء، يعني هيحطها مع القدماء المصريين يعني ماشي. فهو هنا ده اني موديل هتشتغل بيه، لان هو عنده موديلز كتيره، ممكن تقول له انا عايزها بشكل حقيقي، عايزها بشكل كرتون، عايزها جرافيك ديزاين والحاجات دي كلها. كل واحده من دول كانك دخلت على موقع مختلف بيعمل لك حاجات رهيبه جدا. هنا انت عايز كام صورة؟ عايز صورة 2 3 4 زي ما انت عايز. انا برضو شغال بالنسخة المجانية، كل اللي انا هوريه لكم النهاردة مجاني، تمام. هو كل يوم بيديني تقريبا 150 نقطة، فهم دول كافيين. بص اعمل لي الصور بالشكل دوت، ممكن ايه لو انت بس ايه غيرت الطراز، تمام، هيجي لك حاجات مختلفة تماما مجرد ان انت غيرت المودلز انت بتشغل بيه، ماشي. طيب
ده موقع جميل جدا. الموقع ده ممكن تعمل بيه صور، والصور دي ممكن تبيعها وحاجات زي كده. الموقع ده بقى ميزته، الموقع ده ميزته ان تقدر تحط كلمة زي مثلا ديت، ماشي. ده يعتبر اكتر موقع تقدر تكتب فيه الكلمة والتزم بيها. طيب انا هاخد الكلام هو كود كوبي اللي هو ان انا عايز اعمل تاج، ومجرد بس هغير الكلمة بتاعت اهي الكلمة ديت. بيقول دي هو بيقول التكست اهو، ماشي. اكتب بقى الكلمة اللي انت عايزها، يعني انا هكتب مثلا عمر، وهنا سليم، ماشي. وبعد كده في كلمة تالتة اللي هي ديت، تلاقيها فين؟ الميزة فيه ان هو الكلمة بتتكتب لما اي موقع من المواقع التانية بيحصل فيها لخبطة في الكلمة، ماشي. طيب هقول له كرييت، مش هيعملها بالظبط، لا هيخلي فيه اختلاف بسيط. يعني الذكاء الاصطناعي مش بياخد كوبي بيست من صورة، لا ده هو بيعدل فيها. طيب الناس بتتكلم انها عايزه الروابط دي كلها. طب انا هديك الكتاب، هتلاقي فيه روابط كتيره لتطبيقات كتيره، واشوف لكم برضو حاجه تكون ايه، هحاول احط لكم الروابط بتاعت الحاجه، او يعني اخش على اليوتيوب القناه بتاعت عمرو سليم، هتلاقي الحاجات دي مشروحه بالتفصيل. احنا بس ايه بندي نبذه ازاي انت تستخدمها، ماشي. طيب انت عايز بقى تحط بقى حاجات خاصه بالشغل بتاعك، ابدا إيه اعمل انت حاجات خاصه بالشغل بتاعك. يعني انت شغال ايه؟ للاسف ناس كتير حاجات مختلفه. ممكن مثلا انت شغال مدرس، فهتكتب بقى ايه الاسم المدرسه بتاعتك، او اسم الاكاديميه، او اسم الحاجه اللي انت بتعملها، او الحروف مظبوطه والكلام مظبوط وكل حاجه. فانت ممكن تبدا تدخل هنا وتشوف الكلام اللي مكتوب، وتبدا تاخده كوبي بيست، وتبدا تخليه يعمل لك انت التصميمات بتاعتك مجانا بدون اي فلوس خالص، تمام. دي مثلا صور انا كنت عاملها. كنت بقول له مثلا صمم لي مبنى معين. هنا كنت بدرس حاجه في الاستدامه في جامعه المنصوره، فكنت بكتب كلمه sustainability. الحاجات دي صور قديمه، فهتلاقي الكلام فيه ساعات ضارب، انما دلوقتي بقى 100% صح. فالموقع دوت ممكن تعمل، عملت بيه صوره النهارده مثلا، عملت بيه صوره اللي هي مش فاكر اني صوره، لكن عملت بيه صوره ورحت رافعها على موقع من المواقع اللي هي بتبيع تيشيرتات، فبيروح عامل لك التيشيرت، تقدر ان انت تاخد لو حد اشترى التيشيرت دوت بيديك عليه فلوس، تمام. فتقدر تكسب من خلال الذكاء الاصطناعي. طيب هنخش برضو في موضوع ممكن انت مثلا عندك عايز تعرف معلومات عن